السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أعزائي المتابعات. حلقة اليوم بعنوان جيش الخلفاء الراشدين. القوات البرية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من نظم الجيش الإسلامي تنظيما حديثا، بعد أن رأى ضرورة ذلك بفعل اتساع رقعة الإسلام، وأدرك أهمية الجيش في نشر الإسلام حتى أقصى الأصقاع المعروفة. لذلك أوجد فرقا نظامية يقدر كل منها ب4000 فارس لترابط في كل بلد من البلدان الداخلة ضمن الحظيرة الإسلامية، وهذا يعني تأسيس جيش نظامي ثابت يقدر ب32000 فارسا عدا المشاة والمتطوعين، مما يكفل حماية الدولة. ونظم الرتب في الجيش على أساس عشري، فكان أمير الجيش على رأس 10000 عسكري أو أكثر بقليل، وأمير الكردوس على 1000، والقائد على 100. وكان أبرز جزء من سلاح المشاة هو المبارزين، وهؤلاء كانوا في الغالب من أكثر الرجال قوة وشدة، ومهمتهم الأساس تقويض الروح المعنوية للعدو، فكانوا يتقدمون لتحدي أبطال الجيش المقابل وقتلهم قبل بداية المعركة. أما سلاح الفرسان فكان أحد أنجح أسلحة ذلك العصر، اشتهر بكونه سلاحا خفيفا اعتمد عليه المسلمون في مقارعة الروم والفرس في اليرموك والقادسية، فكان سببا من أسباب تفوقهم، إذ إن الفرس والروم لم يحسنوا استعمال هذا السلاح كما استعمله العرب. وكان هذا السلاح ينقسم إلى خيالة وهجانة، والخيالة هم الفرسان ممطو الخيول، والهجانة هم ممطو الجمال، وبعض تلك الأخيرة كان يستعمل في القتال وبعضها الآخر في نقل المياه والمؤن، بالإضافة إلى سلاح الفرسان والمشاة. قام خالد بن الوليد بتنظيم سلاح الجاسوسية، وكانت مهمته الأساسية ضبط مخابرات العدو ومعرفة تحركاته ونشاطاته، وكان الكثير من الجواسيس من أبناء القبائل العربية قاتنة المناطق حديثة الفتح. كان الجيش الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين يتسلح بأسلحة عهده المألوفة، وفي مقدمتها السيوف العربية القصيرة، والسيوف الفارسية الطويلة، والرماح والقصي والسهام. وبعض هذه الأسلحة حصل عليها العرب عبر التجارة مع الشام والعراق وفارس وبيزنطة ومصر، وبعضها الآخر كان غنيمة المعارك مع الروم والفرس. وكان المشاة أكثر الجنود تذرعا، وارتدوا في بداية عهدهم الجلد القاسي المصنوع محليا في شبه الجزيرة العربية، ثم تحلوا إلى ارتداء دروع سلسلية يحتمل أنها كانت من الغنائم. وكان الفارس والرجال يحمل درعا مصنوعا من الجلد المقوى يقيه ضربات السيوف ويحميه من السهام. ولما احتك المسلمون بالروم في أطراف شبه الجزيرة العربية وفي الشام، اقتبسوا عنهم استعمال أسلحة الحصار مثل المنجنيق والأبراج والدبابة وأكباش الدك. أما بالنسبة للقوات البحرية، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره ركوب البحر، ونهى قادة جيشه عن القتال فيه، وقد قام بعزل العلاء بن الحضرمي والي البحرين لأنه ركب البحر في 12000 غازيا بلاد فارس. وكان عامل الشام معاوية ابن أبي سفيان قد كتب إلى عمر بن الخطاب يطلب الإذن بإنشاء أسطول بحري إسلامي يواجه الروم يعين على حصار طرابلس التي صمدت في وجه ضربات الجيوش الإسلامية.
فرفض طلبه ونصحه بإصلاح الحصون الساحلية القديمة التي تركها العدو عوض ذلك، وإنشاء مناظر لمراقبة الأعداء واتخاذ المواقيد لطلب الإمداد إذا حدث هجوم مفاجئ. وبعد وفاة عمر رضي الله عنه، عاود معاوية رضي الله عنه الكتاب إلى عثمان رضي الله عنه بن عفان يستأذنه في فتح جزيرة قبرص، ولكن الخليفة كرر الأمر بالالتزام بالسياسة الدفاعية المقررة. ولكن بعد أن زاد تهديد الروم لسواحل الشام، وافق الخليفة على بناء أسطول إسلامي على أن لا يجبر الوالي المسلمين على ركوب البحر إلا باختيارهم، فشيد أسطول قوي تم بواسطته فتح جزيرتي قبرص ورودس. ولما اشتبك ذلك الأسطول مع أسطول الروم في مياه الإسكندرية، تمكن من إنزال الهزيمة الفادحة به، وأضحى سيد البحر المتوسط دون منازع. لمعت أسماء عدة قادة عسكريين في الجيش الإسلامي الراشدي، وخلد ذكرهم في التاريخ إلى جانب الفاتحين الكبار قديما مثل الإسكندر الأكبر وحنبل ويوليوس قيصر وأغسطس قيصر ونابليون الأول حديثا، ومنهم خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، وهم الذين أظهروا من النبوغ والمهارة في قيادة الجيوش وفنون الحرب ما دفع المؤرخين إلى وضع أسمائهم إلى جانب أسماء الفاتحين الكبار. هكذا تنتهي حلقة اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.